مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم في يوم سعيد، سعيد على مصر وسعيد على الاهلاويه. بدايه طبعا نبارك لكل المصريين ميداليتين في خبطه واحده، صحيح ميداليتين برونز لكن الحقيقه انجاز يحسب والبقيه تاتي باذن الله. نتمنى طبعا ان اولادنا في طوكيو يشرفونا ويفرحونا وتكتمل عمليه حظ الميداليات في الايام اللي جايه. بداناهم النهارده وبداتهم الحقيقه رياضه التايكوندو اللي رفعت اسم مصر النهارده وعلم مصر اللي رفرف مرتين، فاضل لنا تكه بس عايزين نسمع السلام الوطني. والسلام الوطني ما بيتسمعش من غير ميداليه ذهب. كلنا ثقه في اولادنا، صحيح كان في كلام كتير جدا على السوشيال ميديا في الايام الاخيره، انتقادات وكلام كتير جدا على مشوار مصر في طوكيو، لكن الحقيقه النهارده خلينا نقول انها بدايه لغايه زي ما بيقولوا كده، ونتمنى ان شاء الله انه المسيره تستمر. وكل التوقعات بتقول انه رصيد مصر من الميداليات باذن الله ان شاء الله قابل للزياده. نتمنى بس ميداليه ذهب. احنا الميداليتين دول حطونا في جدول الترتيب العام في الترتيب رقم 42 على مستوى الدول المشاركه في طوكيو. ميداليه فضه، ميداليه ذهب تنقلنا نقله كبيره جدا وتاخدنا في المراكز العشرين الاولى. كل التوفيق لاولادنا. طبعا نبارك لهدايا ملاك النهارده لحقت البرونزيه في وزن تحت 67، وسيف عيسى اللي حقق برونزيه في وزن تحت ال 80. وبالمناسبه هدايا مش جديد عليها لانه هدايا كانت صاحبه برونزيه برضو في بطوله الالعاب الاولمبيه في ريو دي جانيرو 2016. الف مبروك لاولادنا. وتحقيق طبعا انا مش محتاج اقول انه البرونزيه دي تتويج، سواء سيف او هدايا، تتويج لمنظومه عمل كبيره جدا ومجهود يمكن استمر لاكثر من 4 سنين عشان الولاد يقدروا ينجحوا في ده. وخصوصا انه هدايا وسيف قصه نجاح محتاجه تدرس. وبقول لشباب مصر بصوا على مشوار الابطال دول وتعلموا، لانه في اوقات كثيره جدا كان قدامهم مطبات صعبه ومليون شماعه وشماعه يعلقوا عليها عدم القدره على الانجاز، لكن الحقيقه الولاد اتغلبوا على صعوبات كثيره جدا كانت كفيله بان هم ما يشاركوش اساسا في اولمبياد طوكيو، لكن هم قدروا يشاركوا وقدروا كمان يحققوا انجاز لان هم واجهوا في مشوارهم ابطال عالميين ومصنفين على اعلى مستوى، مع ذلك قدروا يحققوا اول ميداليتين لمصر. مبروك طبعا لرياضه التايكوندو، وان شاء الله باذن الله في انتظار المزيد من بقيه الالعاب. خليني